نشرة أخبارية السادسة من قناة كاب 24 تي في بطنجة، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول نظام التعويضات للموظفين بوزارة التربية الوطنية. زعيم الكوريتان يوقعان بيانا للسلام في شبه الجزيرة الكورية. وترامب يهدد دول الداعمة لاحتضان المغرب مونديال 2026. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. صدق مجلس الحكومة أمس الخميس المنعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين بوزارة التربية الوطنية، وذلك بغية ملائمتها للمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم الجديد. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني ينص على استبدال عبارة هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بعبارة هيئة التدبير التربوي والإداري، والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، كما ينص على استفادة هذا الأخير من تعويض عن التدرج الإداري وعن الأعباء والتأطير. في خبر آخر وفي حدث نادر جدا، رزقت سيدة بمدينة مراكش أمس الخميس بستة مواليد شدد بإحدى المصحات الخاصة بمقاطعة المنارة بمراكش. وأوردت وسائل إعلام محلية بمراكش الخبر مرفوقا بتصريحات لسيدة التي تدعى خديجة، والتي قالت إنها كانت تتوقع إنجاب 5 توائم من حملها الأول قبل أن تتفاجأ بمعية الطاقم الطبي بولادة 6 توائم بينهم 4 ذكور بعد خضوعها لعملية قيصرية ناجحة. وبحسب نفس المصدر فإن وزن التوائم الستة يتراوح بين 630 غرام و 1300 غرام ويتمتعون بصحة جيدة. من جهتي وجاء أبو التوائم الذي يدعى إدريس، والذي قدم رفقة زوجته من مدينة ياسفي نداء إلى الجهات المسؤولة من أجل توفير ظروف المساعدة له ولأبنائه. محليا وبمدينة طنجة، وبمناسبة الذكرى 10 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم صباح اليوم الجمعة بالسجن المحلي بطنجة تنظيم حفل تم خلاله الاحتفاء بمجموعة من العاملين بسجون الجهة، وكذا تكريم عدد من المتقاعدين. كاميرا كاب 24 التحقت بعين المكان وعدت لكم التقرير التالي مع الزميلين أنس العميري وعادل الوريغلي الطويل، وتعليق للزميل عبد اللطيف بالخيدر. احتضن سجن المحلي لمدينة طنجة صباح اليوم الجمعة حفلا بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. حسنا فعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حيث نظمت هذا الحفل. لماذا؟ لأنه لتعكيس الحجم الأعمال الجليلة التي تقدمها، ولتؤكد على أن المؤسسات السجنية عموما هي مؤسسات عمومية تقوم بدورها الفاعل داخل المجتمع. هذه المحطة تعكس أيضا الدور الكبير الذي يقوم بها أطر وموظفي المؤسسات السجنية الذين يقومون بأعمال جسيمة ونبيلة في آن واحد. نبقى بمدينة طنجة دائما، وفي عملية جراحية هي الأولى بالجهة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، شهد المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة اليوم الجمعة عملية استئصال رئة لسيدة. العملية أشرف عليها أطباء من مدينة الدار البيضاء وطنجة. الروبورتاج للزميلين دائما أنس العمري وعادل الوريغلي الطويل، والتعليق لعبد اللطيف بالخيدر. في عملية جراحية هي الأولى من نوعها بجهة طنجة تطوان الحسيمة، شهد المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة اليوم الجمعة عملية استئصال لرئة سيدة. العملية اللي درنا اليوم هي عملية نزع واحد استئصال واحد جزء تاع الرئة اللي كان مريض، وهذا الاستئصال تكون تقنية جديدة وهي تقنية المنظار. إذا تستعملوا الكاميرا ما تنحلوش صدر تاع السيدة، تنديروا واحد جوج ولا ثلاثة تعقيبات باش نحيدوا هذاك الجزء تاع الرئة، باش المريض يمكن له
يخرج مبكرا من المستشفى وما تيكونش عنده واحد عواقب. إلى شأن الدولي، حيث أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جون أونغ والجنوبية مون جي إين بيانا مشتركا أعلن فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وبدء عهد جديد في شبه الجزيرة الكورية. وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف الأعمال العدائية وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى منطقة سلام، والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة. وأصبح كيم أول زعيم لكوريا الشمالية تضع قدمه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، بعد أن صافح مون فوق حاجز خرساني قصير يرسم الحدود بين البلدين في قرية بان مونجوم التي تعرف بقرية الهدنة. رياضيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم دعمه لترشيح الأمريكي الشمالي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا لاستضافة نهائية مونديال 2026، محذرا الدول التي تدعم الملف المغربي. وقال ترامب في تغريدة: لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم لعام 2026، وأضاف: سيكون من العار أن تقوم الدول التي نساندها في جميع الظروف بمقاطعة الملف الأمريكي، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول عندما لا تدعمنا؟ يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ويحظى المغرب بدعم كبير من الاتحادات التابعة للاتحاد الإفريقي، كما حصل الملف المغربي في الأسابيع الأخيرة على دعم العديد من الدول خارج القارة السمراء بينها فرنسا، قطر، فلسطين، صربيا، جمهورية الدومينيكان وبلجيكا. نبقى مع شأن الرياضي دائما، حيث أعلن قائد برشلونة أندريس إنييستا رحيله عن قلعة النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وشهد حضورا إعلاميا كبيرا. وأضاف نجم منتخب إسبانيا: دائما ما أبحث على أن أكون ملائما للفريق وأقدم الإضافة، إنه يوم حزين بالنسبة لي، فمن الصعب أن تقول وداعا للفريق الذي ترعرعت فيه، أريد أن أتجنب أي حالة مزعجة مع النادي، لذلك قررت الرحيل. وذكر أيضا: أود أن أشكر النادي وأكاديمية لاماسيا، لأن كل ما وصلت إليه اليوم كلاعب وكشخص كان بفضلهم، وأيضا أتوجه للشكر لكل زملائي الذين جعلوني الأفضل في كل موسم. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة. دائما لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني cap24.tv. في أمان الله.